السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من جرائد. نستهلها كالعادة بأبرز العناوين. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم: محليا، مصطفى الآغا كتب في الوطن ديسمبر القطري، في الراية حنزاب، الشراكة مع الأونسكو تشكل إضافة هامة لتعزيز التعاون الدولي بين مختلف القطاعات، رضوان الزياتي كتب في الشرق، قمة الإخوية والسد وتألق الأندية الجماهيرية، في الوطن أنديتنا في سبات عميق، عربيا في الاتحاد الإماراتية، الزعابي زيارة كأس العالم فأل حسن على كرة الإمارات، في المنتخب المغربية البنزيرتي اللاعبون كانوا أبطالا في الملعب، في المصر اليوم يوسف ضغطنا على جوانزو لكن التوفيق لم يحالفنا، في الأنباء الكويتية أبو تريكا على طاولة القادسية، في الأمل سبورت العراقية نور صبري عدولي عن الاعتزال الدولي شائعات، في الرياض الجابر في الهلال نملك مقاتلين على قدر كبير من الثقة، في الاتحاد الإماراتية كوزمين انتظرت برشلونة وسان جيرمان في الموت الآسيوية، عالميا في الميرور البريطانية فينغر سيتي ليس بالفريق الذي لا يقهر إنهم مثل ساوثهامبتون، جاري نيفيل كتب في الديلي ميل البريطانية، السؤال عن مستقبل مويز مع اليونايتد إهانة للجميع، في كوريري ديلو سبورت الإيطالية توهير يريد ديبوير بدلا من ماتزاري، في آس الإسبانية راموس يضرب الرقم هييرو ليصبح الأكثر طردا في تاريخ الريال، في فقرة غريب عجيب المدفعجية على مشارف الجنون بعد مذبحة الاتحاد. مجسم كأس العالم اختتم جولته في قطر أمس لينتقل إلى الإمارات في محطة جديدة من الجولات المكوكية حول العالم. الشغف يبقى كبيرا بالطبع لاستقبال قطر للبطولة بعد 9 سنوات من اليوم عام 2022. عربيا، الأهلي المصري ودع مونديال الأندية فيما تمكن الرجاء البيضاوي المغربي من تحقيق الإنجاز وتأهل إلى المربع الذهبي في إنجاز تاريخي سجله أمس على حساب مونتينيري المكسيكي. عالميا، مانشستر سيتي يمطر شباك أرسنال والحصيلة نصف دستة من الأهداف. الزميل مصطفى الآغا الكاتب في جريدة الوطن اعتبر أن شهر ديسمبر يعتبر الأجمل في قطر بعد تولي الأحداث الرائعة والمميزة خلال هذا الشهر في الدولة. قطر في هذا الشهر تحتفل باليوم الوطني وأيضا فازت بالحدث الأبرز على مستوى العالم بتنظيم كأس العالم 2022، وفازت بهذا الشرف يوم 2 ديسمبر عام 2010. وفي 12 ديسمبر من عام 2013 زار مجسم كأس العالم العاصمة القطرية ضمن جولتها على المدن في اعتراف بمكانة الدوحة كواحدة من وجهات العالم البارزة، فكانت الفرحة الديسمبرية القطرية ثلاثية الأبعاد. في يوم 2 ديسمبر من عام 2010 حققت قطر برأيي المتواضع الإنجاز العالمي الأكبر بفوزها الإعجازي بشرف استضافة نهائيات كأس العالم 2022 بعد منافسة مع دول أقل ما يقال عنها إنها عظمى، وفي وقت لم يكن أحد يتخيل أن تتمكن هذه الدولة الصغيرة مساحة وسكانا أن تتفوق على دولة بحجم أمريكا مثلا وقارة مثل أستراليا وعملاقين عالميين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فتفوقت عليهم في أدوار التصويت الأولى والثانية والثالثة وصولا للدور الرابع والختامي ب14 صوتا مقابل 8 أصوات للولايات المتحدة، محققة علامة فارقة في التاريخ الكروي وحتى السياسي.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أعلنت أن المركز الدولي للأمن الرياضي شريكا استراتيجيا لمكافحة الفساد في الرياضة وحماية النزاهة الرياضية في شتى أنحاء العالم. تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي بين المركز الدولي للأمن الرياضي الذي تأسس قبل عامين فقط واليونسكو. محمد حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي وصف إبرام الشراكة الاستراتيجية بين المركز واليونسكو باللحظة التاريخية. هذه الاتفاقية تأتي لمصلحة الرياضة العالمية، ومن خلال التفويض الدولي والثقل العالمي لمنظمة اليونسكو، فإن التزام وجهود وقدرات المركز الدولي للأمن الرياضي في التخلص من الفساد في الرياضة ستكتسب دفعة هامة للأمام، وستعزز أيضا المكانة العالمية للمركز. هذه الشراكة ستجلب على منظمة عالمية عريقة تابعة للأمم المتحدة قدرات معرفية وإبداعية خلاقة من قبل منظمة عالمية مستقلة وغير حكومية مثل المركز الدولي للأمن الرياضي. ولا شك أن المزيج الناجم عن الجهود المنسقة في هذه الحالة سيشكل إضافة هامة لتعزيز التعاون الدولي بين مختلف القطاعات بما يخدم جهود حماية الرياضة والنزاهة الرياضية في العالم بأسره. إلى دور نجوم قطر، جريدة الراية أعلنت أن البرازيلي فيكتور سيموس مهاجم الأهلي السعودي في الطريق إلى السيلية لدعم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. انطلاقة الجولة 13 لدور نجوم قطر تشهد مواجهة قوية بين الأهلي والسيلية، خاصة بعد المستوى اللافت للفريقين هذا الموسم. غريغوري غوميز حارس مرمى السيلية أكد أن فريقه يخوض جميع المواجهات باحترام كبير لجميع المنافسين، وهو ما ميز نتائج الفريق. من جانبه أحمد الهيردي لاعب الأهلي أشاد بالروح القتالية للاعبي العميد، فضلا عن الخبرة الكبيرة لمدربه ميلان ماتشالا. الأهلي هذا الموسم يلعب دون أي ضغوطات، وهو ما يميز الفريق، كما أنه يعرف إمكاناته ويحترم الخصم، كما أننا محظوظون لتواجد مدرب بخبرة ماتشالا، حيث إنه قادر على توظيف إمكانات اللاعبين بالشكل المثالي، كما أننا نملك توليفة جيدة من اللاعبين، لذلك لا نخشى تلك المواجهة وإن شاء